طيب أخبار كتيرة جدا مهمة بالتحديد فيما يتعلق بالنادي الأهلي. أهم هذه الأخبار قرارات مجلس الإدارة امبارح، واجتماع كان مطول جدا امبارح في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وشمل العديد والعديد من القرارات الهامة جدا جدا لمجلس الإدارة. بالتالي عايز أعرض على حضراتكم هذه القرارات أو أقولها على حضراتكم. أول هذه القرارات: اعتماد التصديق على محضر الجلسة 12 العادية المنعقدة بتاريخ 7 أغسطس 2019. اتفق المجلس بالإجماع على عدم قيام السادة أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والعاملين بقناة النادي بتناول أخبار النادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي والتعليق على الأخبار الخاصة بالنادي أو أعضائه أو آراء الجماهير بأي صورة من الصور، وكذا حظر نشر أخبار أو صور خاصة بالنادي أو موضوعات تتعلق بالنادي أو شأن من شؤونه، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في حق المخالف، على أن يعد هذا القرار من القرارات التي تصدر في المسائل التي لم تتعرض لها لائحة النظام الأساسي ويأخذ حكمها، وذلك عملا بالمادة 9 من اللائحة. ده قرار مهم جدا. الموافقة على تشكيل مجلس أمناء مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وتضم الدكتور محمود بجنيد أمينا عاما وعضوية كل من محمد الجرحي وعبد الوهاب محمد توفيق وعبد الهادي القصبي وأنيسة حسونة وخالد مديان وهشام جمال. الموافقة على تفويض أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد الاتحادات الرياضية، وهم إبراهيم الكفراوي العضوية أو لحضور الجمعية العمومية العادية لاتحاد اتحاد كرة السلة، وطارق أنديل لحضور الجمعية العمومية لاتحاد سكواش، وجوهر نبيل لحضور الجمعية العمومية العادية وغير العادية لاتحاد كرة اليد، والدكتور مهند مجدي لحضور الجمعية العمومية العادية لاتحاد الجمباز. وجه مجلس إدارة النادي الأهلي بالإجماع شكر للكابتن محمد يوسف على ما قدمه من جهود غير عادية خلال فترة توليه منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي. طبعا كل الشكر للكابتن محمد يوسف. الموافقة على تشكيل لجنة لدراسة الخطوات الفعلية، ده خبر بقى ده غاية في الأهمية في الحقيقة، من أهم القرارات امبارح في مجلس إدارة النادي الأهلي. الموافقة على تشكيل لجنة لدراسة الخطوات الفعلية بخصوص تشييد استاد النادي الأهلي برئاسة مين؟ برئاسة المهندس محمد سراج الدين عضو المجلس، وعضوية كل من العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، والدكتور سعد شلبي مستشار المجلس للتسويق، والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة. حلم كبير جدا الكل بينتظره من عشاق النادي الأهلي، إن شاء الله قريبا يتحقق، ودي خطوات مهمة أكيد في إطار تحقيق هذا الحلم. من ضمن كمان القرارات الهامة، قرر المجلس إعادة فتح باب الاشتراكات الجديدة في فرع النادي بالشيخ زايد بعد عرض المستشار الهندسي لمجلس الإدارة لحجم الإنشاءات التي بدأ تنفيذها في الفرع بالفعل، وفي مقدمتها إنشاء مجمع السكواج الذي يضم 8 ملاعب، ده شيء كبير ومميز جدا في الحقيقة، بالإضافة لصالة جمباز مجهزة على أعلى مستوى، وصالة كاراتيه ومبنى اجتماعي جديد، ومسجد يتسع ل 1300 فرد بهدف استيعاب الزيادة الكبيرة في أعضاء النادي بالفرع بما يليق بعضو النادي الأهلي، على أن تبلغ قيمة اشتراك الفرد في الفرع 175,000 جنيه، وذلك حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية القادمة لإقرار نسبة الزيادة في قيمة الاشتراكات للعضوية العاملة العامة وعضوية الفروع المختلفة. وافق المجلس على سفر طارق أنديل إلى غينيا الاستوائية لرئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم النادي من 10-16 سبتمبر الحالي لأداء مباراة كانو سبورت في ذهاب دور 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا. وافق المجلس على سفر عضوي المجلس المهندس خالد مرتجي والمهندس محمد سراج الدين إلى مدريد خلال فترة من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري لحضور مؤتمر صناعة كرة القدم حول العالم، وهو المؤتمر الأهم والأكبر بمشاركة ممثلي صفوة الأندية العالمية في المجالات الإدارية المختلفة، وذلك تلبية لدعوة رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم في إسبانيا لا ليجا، وحرصا من المجلس على مشاركة كوادره في مثل هذه المنتديات العالمية للإطلاع على أحدث النظم والتجارب في صناعة كرة القدم. اعتماد قرارات مجلس الإدارة بالتمرير فيما يتعلق بملف كرة القدم، سواء فيما يتعلق بتوجيه الشكر للجهاز الفني السابق والتعاقد مع الجهاز الفني الحالي بقيادة السويسري رينييه فايلر. اعتماد عدد من توصيات إدارة الشؤون القانونية فيما يتعلق بالأحداث التي شهدها مؤخرا فرع النادي مدينة نصر، حيث تقرر إيقاف عدد من الأعضاء وحرمانهم من دخول النادي لحين عرض أمرهم على
أقرب جمعية عمومية للنظر في إسقاط عضوياتهم نظرا لما بدر منهم مع إيقاف آخرين لمدة 6 أشهر. كما ناقش المجلس ملف النشاط الرياضي مع الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي الذي عرض العديد من الموضوعات المتعلقة باعتماد عقود لاعبين وأجهزة فنية وتوفير مستلزمات الألعاب الجماعية ووافق عليها. كما قرر المجلس تنظيم احتفالية كبرى لتكريم أبناء النادي في جميع الألعاب الجماعية والفردية والذين حققوا إنجازات قارية ودولية خلال الموسم الماضي. في الحقيقة قرارات كلها مهمة جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي، قرارات مختلفة بتتعلق بالعديد من الجوانب اللي بتهم كل أعضاء النادي الأهلي بكل تأكيد. بالتالي من ضمن القرارات أيضا ليها ضرورة كبيرة جدا في الحقيقة وقرار مميز، مجلس الإدارة يضع ضوابط حاسمة للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي. استمع مجلس إدارة النادي لرؤية الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي بشأن تناول السادة أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية بتفاصيل يعني هذا القرار والإدارية والطبية لأخبار النادي الأهلي على المواقع الإلكترونية والمواصل ومواقع التواصل الاجتماعي والبرامج التلفزيونية والصحف المجلات والتعليق على الأخبار الخاصة بالنادي أو أعضاء أو الرد على آراء الجماهير ونشر أخبار وآراء صور خاصة. عرض الكابتن محمود الخطيب وجهة نظر في هذا الشأن من حيث منع أعضاء المجلس والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والعاملين بقناة النادي من تناول أخبار النادي على مواقع أو على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وبرنامج البرامج التلفزيونية والصحف والمجلات والتعليق على الأخبار. وقرار ده في الحقيقة يعني هو فيه العديد من الأمور يعني، لكن القرار ده في الحقيقة مهم جدا وتم الموافقة عليه بالإجماع، ونتمنى كل التوفيق دايما لمجلس الإدارة إدارة النادي الأهلي بالتحديد في أي قرار يتم اتخاذه في مصلحة النادي خلال الفترة اللي جاية. لسه عندنا كلام أكتر بعد الفاصل هنرجع نكمل، يلا بينا.